أعزائي الطلبة، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا للصف السادس الأدبي. أعزائي الطلبة، تعرفنا في الدرس الماضي عن الموطن الأول للإنسان، أما درسنا لهذا اليوم طبيعة التوزيع الجغرافي للسكان. لاحظ ذلك. أعزائي، قلنا درسنا لهذا اليوم طبيعة التوزيع الجغرافي للسكان، وكذلك العلاقات المكانية لتوزيع السكان. ولنلاحظ معا سؤال: ما هي أقاليم الكثافة السكانية في العالم؟ أولا، إقليم الكثافة العالية وترتفع فيه الكثافة إلى أكثر من 100 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد. لاحظ ذلك. خريطة العالم، ويضم هذا الإقليم المناطق الصناعية. لاحظ في قارة أوروبا وخاصة في الجهات الغربية، هذه هي قارة أوروبا وهذه هي الجهات الغربية، والقسم الأوسط من شرق الولايات المتحدة الأمريكية، ها هي قارة أمريكا الشمالية وهذا الجزء الأوسط منها، ومناطق زراعية مثل شبه القارة الهندية والمناطق الزراعية في شرق آسيا. قلنا في الهند، المناطق الزراعية في الهند وشرق قارة آسيا. أما إقليم الكثافة المتوسطة، تتراوح فيه الكثافة ما بين 10 إلى 100 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد، ويضم هذا الإقليم مناطق واسعة من القارات، ومنها لاحظ خريطة العالم السهول الوسطى في قارة أمريكا الشمالية. معظم مناطق أفريقيا جنوب الصحراء. لاحظ هذه هي قارة أفريقيا، معظم قارة أفريقيا جنوب الصحراء باستثناء مناطق الغابات التي تمتد في هذه المنطقة، باستثناء مناطق الغابات الاستوائية والشبه الاستوائية. ومعظم أراضي روسيا الآسيوية وامتدادها في أوروبا، والثلث الشرقي من قارة استراليا. لاحظ ذلك. أما إقليم الكثافة الواطئة، تقل فيه الكثافة عن 10 نسمة لكل كيلومتر مربع واحد، وهي المناطق الجافة في العالم مثل الصحراء الكبرى العربية ومنطقة الربع الخالي، والمناطق التي يشتد فيها انخفاض درجات الحرارة في القطب
الشمالي والقطب الجنوبي. كذلك المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية. هذه المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية هي الأخرى قليلة السكان بفعل ارتفاع الحرارة والرطوبة. أما المنطقة الأخرى المناطق الجبلية الوعرة في جبال الروكي والإنديز في قارة أمريكا الجنوبية وهملايا في قارة آسيا. أعزائي الطلبة، نتعرف الآن على العلاقات المكانية لتوزيع السكان. لاحظ ذلك، أي ربط توزيع السكان بالظواهر الطبيعية والبشرية التي تفسر هذا التوزيع. وأهم هذه الظواهر هي الظواهر الطبيعية، وهي الظواهر الناتجة من فعل عناصر البيئة الطبيعية للمكان، وهي التضاريس والمناخ والموارد المائية والنبات الطبيعي والتربة والثروة المعدنية والموقع، فيما إذا كان موقعا بحريا أم بريا. أعزائي، ففي السلاسل الجبلية المرتفعة تقل كثافة السكان باضطراد مع الارتفاع عن سطح البحر، والسبب يعود إلى صعوبات الحياة في البيئة الجبلية، لا تسمح بممارسة النشاط الاقتصادي وبناء المستقرات الحضارية الكبيرة، إلى جانب الصعوبات الصحية. فعند ارتفاع أكثر من 1000 قدم يقل الأكسجين ويهبط الضغط الجوي، مما يتسبب عنه الدوار. أعزائي، فسكان العالم يعيشون 52% منهم ما بين مستوى سطح البحر والارتفاع لمستوى 200 متر، وإن حوالي 80% من سكان العالم يعيشون أقل من ارتفاع 500 متر فوق مستوى سطح البحر. أعزائي، لنلاحظ هنا ما هو تأثير المناخ في توزيع السكان. ننتقل إلى خريطة العالم. نلاحظ أن معظم سكان العالم يتركزون في الأقاليم المناخية المعتدلة، أي المنطقة المعتدلة في العروض الوسطى. لاحظ عزيز الطالب، هاي المناطق المعتدلة الوسطى، حيث يعتدل المناخ في هذه المناطق ويتركز السكان فيها ويقل تواجدهم وكثافتهم في الأقاليم الاستوائية والشبه الاستوائية. هذا هو الإقليم الاستوائي الذي يمتد فيه خط الاستواء، وهذه هي المناطق الشبه الاستوائية. لاحظ ذلك عزيزي الطالب. قلنا وفي الصحاري
كما هو الحال في الصحراء الأفريقية الكبرى ومنطقة الربع الخالي الذي ترتفع فيها درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 60 درجة مئوية. فهنا نشاهد مجاميع من الطوارق، وهي مجموعات من البدو والبدو الرحل في الصحراء الكبرى العربية. الطوارق، حيث يقل السكان بتأثير المناخ الصحراوي الحار. أما اللاب والأسكيمو فهم قبائل في شمال سيبيريا وكندا. هذه هي سيبيريا وهذه هي كندا. أيضا يقل السكان في هذه المناطق بتأثير المناخ القطبي المتجمد. أعزائي الطلبة، للموارد المائية لها أثر مهم في توزيع السكان، مثل الأنهار والمياه الجوفية مثل العيون والآبار. هذه الموارد الطبيعية لها أثر فعال وحيوي لفعاليات الإنسان الاقتصادية كافة. ومن الأمثلة المهمة توزيع السكان في العراق كما قلنا مع امتداد نهري دجلة والفرات وشط العرب، وكذلك في العيون والآبار في شمال العراق. أعزائي، أبمال التربة لها أهميتها في وجود الغلاف الحيوي مثل النباتات والحيوانات اللذان يشكلان الأساس في غذاء الإنسان. أصبحت العلاقة واضحة بين توزيع السكان والتربة في العالم، فيتركز السكان في السهول الفيضية. السبب؟ التربة الخصبة المتجددة، كما هو الحال في وادي النيل ودجلة والفرات وأنهار الهند والصين. أما الترب التي توجد في المناطق المدارية الرطبة، لاحظ عزيزي الطالب، هذه المناطق المدارية الرطبة القريبة من خط الاستواء، المناطق القريبة من خط الاستواء، فتعرف اللاترايت، فهي تربة متحللة وقليلة الخصوبة لا تجذب السكان، فهي غير صالحة للزراعة. أعزائي الطلبة، وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة، هجرة الفلاحين من سكان العراق من الريف إلى المدينة بسبب تدهور التربة وارتفاع الملوحة، فيجب القيام بالمبازل من أجل إحياء تربة العراق. أعزائي، إن للثروة الصناعية التي حدثت في عام 1850 في قارة أوروبا وانتشارها ظهرت الحاجة إلى المعادن المتنوعة، وظهرت لهذه الموارد أهميتها في جذب العاملين حتى إلى داخل الصحراء والمناطق الجبلية الوعرة والمناطق شبه القطبية، فظهرت مستقرات بشرية في هذه البيئات الصعبة. ولكن بعد نفاذ المنجم سرعان ما يتم
هجرة السكان منها كما هي في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. أعزائي الطلبة، يلعب الموقع القاري والموقع البحري دور مهم في توزيع السكان، لاحظ ذلك. ما بين داخل القارات والمناطق الساحلية نلاحظ أن أكثر المناطق سكاناً هي المناطق الساحلية، وأن أكثر من 75% من سكان العالم يتركز وجودهم ما بين الساحل ومسافة 450 كيلومتر باتجاه داخل القارات، بسبب أعزائي أن غالبية أنهار العالم تنتهي عند السواحل في مصبات تبنى دلتاوات واسعة ذات تربة خصبة متجددة ومشجعة على النشاط الزراعي، كما أن السواحل تقرب من فرص الإنسان من استغلال البحار في مجالات متنوعة، منها النقل البحري، كذلك الحال حرفة الصيد أي صيد الأسماك. أعزائي الطلبة، أهلا ومرحبا بكم. الآن أقرأ عليكم فقرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعزائي، المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثانيا لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج، رضا كاملا لا إكراه فيه. أعزائي الطلبة، هناك صناعات تعتمد اعتمادا كليا على الآلات والمكائن، قلنا مثل صناعة الأدوية التي تدار آليا، بينما النسيج والإسمنت تعتمد اعتمادا على الأيدي العاملة. أعزائي، كما يعد النشاط التجاري أكثر النشاطات الاقتصادية حاجة لكثافة السكان بسبب تطور الأسواق الكبيرة ذات الطابع المركزي والتي تشغل أحياناً عمارات شاهقة على مساحات صغيرة محدودة. وفي العراق نلاحظ أن أكثر من 60% من السكان يتركز وجودهم في المدن ضمن مساحات بلدية محدودة، وذلك بفعل النشاط الصناعي والخدمي والتجاري فيها مثل بغداد والموصل والبصرة وكركوك. أعزائي الطلبة، للتطور التاريخي والمراكز الدينية لها أثر في تركز السكان، لاحظ ذلك. نعم، هناك العديد من المراكز التاريخية القديمة المهمة مثل مدينة بابل الأثرية في مركز الحلة قريبة من مركز الحلة، والموصل التي تعد الوريثة لمدينة نينوى والناصرية الوريثة لمدينة أور. أعزائي، هناك العديد من المدن التاريخية ظلت حتى الوقت الحاضر مراكز مهمة حتى الوقت الحاضر، كالكوفة والبصرة. أعزائي، كما تعد المراكز الدينية
مستقرات بشرية عظيمة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والنجف الأشرف وكربلاء، لولا الأثر الديني لما أصبحت مستقرات بشرية، ولا ننسى الفاتيكان في إيطاليا. أعزائي الطلبة، للظواهر الاجتماعية والديمغرافية لها أثر في تباين الكثافات السكانية في العالم، لاحظ ذلك. نعم، للسلوك الاجتماعي الذي يستند إلى القيم السائدة دور مهم في تباين الكثافات السكانية في العالم. ففي الصين والهند ترتفع هذه الكثافة إلى مستويات عالية، ومن بين الأسباب التي دفعت ذلك هو الزواج المبكر وإطلاق الإنجاب، علما أن الصين اتبعت في العقود الأخيرة سياسة رسمية في تحديد الإنجاب. كذلك الحال في العالم الإسلامي، فقد كان للزواج المبكر وإطلاق الإنجاب دورهما في النمو السكاني المتسارع، لا سيما بعد النصف الثاني من القرن العشرين، بسبب توجه بلدان العالم إلى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أعزائي، وقد تجاوز المعدل السنوي لنمو السكان في بلدان العالم الإسلامي إلى 3%، بينما تراجع هذا المعدل إلى 1% أو أقل من ذلك في الدول الأوروبية. بفعل، الزواج المتأخر وموقف أفراد المجتمع من الزواج والإنجاب. أعزائي الطلبة، الآن ننهي درسنا لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. Thank you.